يا خويا عاودوا لينا سمحوا لنا لي ديزات كنا كملنا كانوا عندها ليك اليوم بغينا الشيخ خليهم يقراو كانوا بالك واحد السته تاع ناس الله يبارك وخونا زكي كما قال لك ربي يبارك له في تجارته. وين كنا في سي نوريكم غادي نوريكم مانيش نوريكم كل شيء غادي نوريكم الصوالح اللي راهم كما باش نربحوا الوقت ونربحوا الوقت عندنا كل انواع من الزعتر هذا الزعتر هذا صح هذا الزعتر الناصر هذا بالزيت زيتون تغمس وتاكل فيه ماكله مع الصباع روعه. هذا الزعتر الناصر هذا بوابة الشام وهذا بوابة حلب راني يعني داير فيهم تخفيضات التخفيضات اللي كنت دايرهم أميرة خويا توجور جرام جاو عندي المشتريا قلت لهم في واش أميرة الله يسلمك كملت معاهم انت تاني خونا ما شاء الله لا يعطيك الصحة راك تساعد الغاشي وتعاوننا الله وهذا هو البليزير انا مش نحوس نربح انا شاين نحوس نربح دعوه الخير من عندكم بارك الله فيك والمشتريا هذه لا كليونتير هذيك جبنا البرغل الناعم والبرغل الخشن هذا البرغل هذا البرغل الناعم وهذا البرغل الخشن هذا الفريكه جبنا لكم ثاني السمن سمن سمن الحيواني هذا السمن يقول له سمن الحيواني هذا السمن الحر تعرطل وجبنا لهم تاع الكيلو هذه تعرطل هذه تعرطل وهذه تاع الكيلو صح هذه ثاني روعه هذيك مع في الطعام في المحمر في تسموه ولا اروع ماكله شابه بزاف ما شاء الله جبنا لكم هذا الفول هذا تحل وتاكل ديريكت واجد هذا واجد ما تنفخ الفنيانات الفنيانات هذا صار لي كيما تاع بكري هذاك الفول اللي كان فول تاع سمو فول الحمص واجد هذا هو هذا ميدا وتحس باللي فول تاع بكري جبنا كل من انواع المربيات جبنا المربى الكرموس مربى المشمش جبنا السيريس جبنا المشمش جبنا كونفيتير تاع الورد تاع جبنا كونفيتير تاع الورد حاجه جديده دخلنا هذه جديده هذه تاع الورد هذه كونفيتير تاع الورد جبنا الملوخيه وريني شنو الملوخيه يبغاها التوانسه هذه ملوخيه شاف بزاف شوف هذه تعرف كي تجي هذه ما تشوف فيها الدجاج تجي الشانوا هذه عندها اكل سبيسيال هذه الشان تجيك تجي دايره كي الحنه كي الحنه وكلتها في تونس انا هذه كلتها في تونس وتمتك الحاميه بالبقري يا خويا جبنا الطحينه واش هذه الطحينه هذه الطحينه هذه جنجلان مطحون صح تجي تاني في الاكل انا نتعلم يا خويا راني هنا هذه تجي في الاكل قادر تاكلها تكون فابل وتكون عيان تكون كسمو كي مرحك تاكلها الجنجلان مطحون ما تخاف منه ناتشورال واه ناتشورال هذا هذا دواء هذا يطلع لي انرجي يكون ناقص من الحديد طلع لك الحديد ما شاء الله زيد شنو جبنا لكم جبنا لكم الحلويات السوريه الحجم الكبير والحجم الصغير حلوه الترك الحلوى السوريه 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 ماشي ترك سمحوا لي الحلوى السوريه جبنا السوريه ماشي كيف كيف وجبنا المعمول واه هذيك كما نقولوا احنا الغروبيه هذه الغروبيه تاعهم يقول لها المعمول هذا خادمينها بهذا الدهان الحر فوالا واه هذا الحلويات السوريه خادمينها بهذا الدهان تاعها صح على بها يجوا بنان كاين هذا المعمول وكاين هذا المعمول مشكل شوفي بيه بالمكسرات ثاني فيه ماكله فيه المكسرات هذا لا ديفيرونس بين هذا وهذا ثاني فيه ماكله شابه واه هذا مع مع الصباح واه انت وبتخالتي واه كاس قهوه تاع تاع الداودي توبسي تاع كسمو خلش تعيش اللحظه وي تعيش اللحظه احلى لحظه سيتو مع الصباح مع الصباح هذيك هي كاس قهوه شباب وقاطو شباب نيشا نيترو تخدم ولا تجي تروح قادس تحسن اخويا تحسن اخويا وجبنا الاجبان توجور الاجبان الاجبان رام هنا رام جبنا الشلال هذا جبن الشلال هذا يجي في البيتزا يجي في البيتزا يصير يصير له اللي كسل البيتزا كي جوا الموزاريلا هذه كيما الموزاريلا صايي تري بيان بوش شو عاودوا شوفوا زيك هذا يقول له الشلال الشلال هذا القشقاوان هذا جبن القشقاوان هذا يجي في الكنافه وي كنافه كليتها تاع واه 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 بالفرماج واه خويا قول بتخالتي طيب الكنافه خويا ما تاكلهاش راه كلها وانا مع الزاكي دي السؤال اخويا هو طيب الملوخيه هاي هنايا نيشان خويا نيشان غير هنا يا خويا نيشان نيشان شدك تونس على طرف تونس وعلى هنا يا خويا طبق جزائري صح نيشان والله سوريا نيشان والله لا نيشان جبنا ثاني الجبن الحلوم حلوم جبن الحلوم هذا جبن الحلوم للاكل واه هذا ديرها مرصويات في السلطه ثاني تاكل شباب روعه بزاف ورا هذا جبن الحلوم هذا جبن الحلوم ها هو روعه بزاف واه كاين هما كل انواع من اللبنه كاين هذه اللبنه السامب ما فيها والو بدالي بهذه هذه سالي شنو تاع السانوجين هذه اللبنه السامب السامب هذه السامب هذه تاع الزعتر وهذه الحاره وهذا السمن الحيواني اوه صح انواع كثيره راهم هنايا في
راهم في الكونجيلاتور فريغو. ها راه زكي خونا ليها خونا، اسمح لنا واحد الكليون راه هنا، اسمح لنا هاي قارفه شوف انت، اسمح لنا دقيقه معليش، هذا الجبن نحلهم، هذا للاكل. واه ها هنا شوف كي يجي الصوالح، انا نديرهم كل حافظ للفرجيدات. اه بيان سور، اه وي مكا، اه لا بيان سور بيان سور، في الكونجيلاتور راك تشوف الصوالح. لا بيان سور، اه وي بيان سور، كزاغه شوف هذا كل انواع من المنتوجات، كاين سلعه كبيره راها هنا الحمد لله ما شاء الله. الله يبارك شوف ما شاء الله كل الانواع الفرامج شوف هما هنايا، كاين راه كل انواع راه من حتى لتحت الحمد لله ما شاء الله. السمن كاين كل، كاين بزاف صوالح، راه السمن كبير وريناه لكم قبيله. واه كاين الفرامج كل انواع من الفرامج، وكاين ثاني صحه القهوه راه باينه، قهوه على اللي تبغيها قهوه يبغي يتحل لك شي بلاصه يتحل لك شي بلاصه. راكم تشوفوا شكون اللي طاح هنا دروك جور جديده، اه جديده ما كاش فهمت. القهوه منا ديجا كي تجي عند زاكي من عند الباب يعطيك ريحه القهوه، قهوه تاع زمان عندك. شت السميد هذا، السميد الطعام الروز، انا راه عندي الحمد لله كل ما شاء الله كل شيء كاين. هاي الله يبارك شوف كل المنتوجات صافي، دير كاع حاجه تحوس عليها. بركوكس بركوكس بركوكس، هاو العدس، ها العدس، السكر، العدس، اللوبيا، هذا شاو شوفان، هذا الكوكاو، كوكاو ما نعرفش كوكاو، ها كوكاو نتعلم، مايس، لوبيا، فاصوليا. ها آه. شو القهوة هذه، شو ما شاء الله هذه، شو هذه القهوة الخضراء، الخضراء ها، وهي الأرابيكا، هذه أرابيكا، أرابيكا الله يبارك. هذو الكوتيفوار، وكاين البريزيل، كوتيفوار وكاين البريزيل، وكاين هاي الروبيستا، روبيستا روبيستا، كاين كل أنواع من القهوة الله يبارك ما شاء الله. وكاين حاجة خممناها الأميرة الخويا، واه شاهية شاهية، أنا الأولى أميرة قلت لي اللي تهلا لي في المشترية. ها وي ياك قلشت لك المشتريات ما شاء الله، والله حمرت لي وجهي زاكي، قال لك حمرت لي وجهي جيت نغافرك. قالوا لك باللي قالوا لي ساري شباب ما شاء الله، قلنا لكم ساري شباب. كاين حاجه قلت نخممت نعاود ندير لهم انا توجور في لي بونيس الجمعه بعد يدعونا الله ان شاء الله يا ربي. وانا في ايام تاع العيد ثاني ولا نديروا حاجه اون سيربريز، ايام لي حاجه كاين اي تشري اي منتوج سوري، اي منتوج سوري ولا تشري اي من القهوه عاود تداودي غادي نديرو قرعة ياك. واه نماركي الاسم تاعك ورقم الهاتف. واه نديرو تيراج، ونتايا تجي عندنا ونديرو تيراج لايف. واه كاين نديرو شحال يربح، شحال نديرو شي يربح مانيش نخليها عندك تطلع، خليها عليك انت، نديرو هاد راهم في كونفيونس انايا. ها انا ندير في كونفيونس، نديرو هاد راهم روح، نديرو هاد راهم 500 ايا ها سمعتوا هذه كاع ما كانش، هذه ايا شو هذه على بالك والله ما يدعونا الله منها. ايا ها سمعت بعدا نديروها من... علينا اخويا يدعونا الله يتشري عليه، تشري عليه منتوج اي من القهوه، قهوه ولا اي منتوج من سوريا صح، تعطيني الرقم تليفون تاعك والاسم تاعك ونديرو كاين كاس هذوك نوجدو طابلو نديرو حاجه نحطها هنايا فوالا. وقلت نخمم نسميها شنو تيسميها، قرعه، قرعه اميرال كما تبغي، اميرا ولا زاكي ولا دبر راسك، اميرا نكتبها اميرا نكتبها اميرا. ومن بعد تجي عندي شحال نديرو باش ونديرو شحال نقعدو باش كما تبغي، شوف انت قول انت انت راك نديرو هاد السيمان اي نديروها 15 يوم 15 يوم صحيح 15 يوم ابارتير من متى نبدوها؟ من اليوم، من اليوم مرحبا بكم، من الغدوة ان شاء الله تشري اي منتوج راك تشارك ونقسموا الصح، وكاين حاجه تربح 500 درهم معنا تشريها منتوج سوري ولا قهوه، تديها تديها حاجه هنا من منتوج سوري ولا قهوه 500 درهم، ونزيدك حاجه ثانيه روح. واه والربح الاول الزواج ثاني غادي نربحها معاك. اه كاين زوج تاع ناس، كاين الاول والثاني غير هذه الزواج ثاني راكم دايرين لافير. انا طولنا عليكم سمحونا والله، لا ما خوت انا ما قارن الربح الزواج يربح معنا 250 الاول عندك 500 الف يديها صوالح والزواج والسحب الزواج تربح 250 يحاول نمشي معاهم. لا مليحه هذه لا فير عمرت لي وجهي تاع نيشان كاع شكرا ديجا زيد ولا صايب زيد ثالث روح الله يربح والله نزيدها ثاني وعندك الثالث يربح 100 اي صايب 500 250 و 100 100 السحب اليوم رانا شهرنا لا دات اليوم رانا لو 20 20 جوان لو 5 جوي ال 5 جوي سي فيري نديروها لو 4 ولا 6 عندنا نحسبوا لها دو سومان دو سومان دو سومان اي نديروها ديروها ديروها لو 6 6 جويليه 6 جويليه واه الله يربح
صحيح. عندك الاول تربح 500,000، عندك الزوج تربح 250,000، والثالث تربح 100,000. صحيح. ما غادي منين تجي؟ شكي غادي دير؟ غادي تجي تشري قهوة تداودك، تا راك شاري قهوة شابة، غادي تشري الأولى قهوة شابة، غادي تجي عندي. صح اخويا غادي تجي عندي، غادي تتفرج، غادي تتمتع بالمنتوجات السورية. وسقسي اللي ما يشريش ثاني كيش يشوف مرحبا به. وشاهي حاجة شابة شاهي غادي تربح 500. شكون يديرها لك؟ خويا ما كانش اللي يديرها لك. الله يبارك ما شاء الله. غادي تشري قهوة شابة، غادي تتمتع في النظارات. وصيت تربح معنا 500,000. أي مرحبا بكم. الزوج تربح معنا 250 والثالث 300,000. تشريها أي منتوج سوري ولا قهوة، أنت حر. ولي عنده كاش يبغي يسقسي ولا عاود لي غير الهاتف تاعك. رقم الهاتف 06 98 92 33 8. نشكركم كل واحد اتصل بيا من كل الولايات المتمرسة من الجزائر، داروا لي لي كومونتير، أنا قريتهم ما شاء الله عليك. حتى في خارج الوطن علقوا لي والحمد لله شكروني، نفتخر. عجبتني الانسان، انت تانيك انسان زين وناس ملاح وانسان تاجر. الله يبارك لكم، شاهدوا لي راهم خوتي راهم انا ما شاء الله والله زكي كاع الناس. احنا رانا هنا في الخدمه ولا خير ثاني. احنا رانا هنا في الخدمه وحنا موالين تجاره تاع خدمه تاع قهوه من البكري. الله يبارك التجاره هذه علمني الوالد تاعي نصبر من التجاره، وتجاره ماشي تاع اليوم تاع عوام، تجاره دوام للدوام تجاره دوام باش تربي لا كليون تاعك. واش عمرك ما دير التجاره تاع اليوم، ديرها كما قال لك القدام والحمد لله ربي. ها يا اختي هنا شنو تقول لنا على زكريا؟ عاد قاله سلاح سلاح يا عمي ماشي غشاش. سمعت واش قالت لك؟ شوف سمع اخونا تقول لنا كلمه على اخونا زكي. الله يبارك زكي، من زعما من اللي حال ما شفناش منه عايب وكاع انسان. الله يبارك. الله ما شاء الله، الله يحفظك خويا زكي وبارك الله فيك. ان شاء الله ربي كما قال لك يبارك لك في تجارتك. امين يا ربي. وان شاء الله باذن الله نجولو 6 ان شاء الله جويي جي عندك ونجبدو النو. نجيبو واحد يدير الساعه ماشي انا ماشي حنا. يا فوالا هذه هي الاول يربح 500 فوالا هذه 250 والثالث 100. اي هذه هي وكاين حاجه وانا نعيط له في التليفون ان شاء الله ويدعو لنا الله. ولي كومونتا تاعكم الشابي راني قاعد نقراهم وعلقوا لنا، واي حاجه تبغوا ما عجبناكمش في حاجه ولا قولوا لنا نعوضوها. ما عجبتكمش حاجه قولوا لنا، رانا هنا في الخدمه، انا راني هنا في الخدمه. تعجبكم نشطوني، ما عجبتكمش قولوا لي نعاود خدمتي. بارك الله فيك، بارك الله فيك خويا زكي، ليله سعيده. بارك الله فيك وشكرا جزيلا ومرحبا بكم عند خونا زكي. الله يحفظكم للديزاير. السلام عليكم. تشاو تشاو. السلام عليكم. سلام.